صبحكم الله بالقبول، صليت على رسول الله. مناشده إلى حكومة صنعاء وإلى حكومة عدن وإلى العشرة الرؤساء للجمهورية اليمنية، العشرة المبشرين بالهلاك إن شاء الله، اللي يشاهدوا يعني أبناء شعبهم يهلكوا يعني في مجاري السيول، ويشاهدوا يعني المغتربين يعني يقرقوا يعني في رمال الصحاري، وهم يعني قاطعين الطرقات ومسكرين الطرقات ومسكرين المعابر والمنافذ. وين عاد تشتوا الشعب هذا يمشي؟ وين عاد تشتوا يمشي؟ الطريق لحقه في الدين الإسلامي، وانتوا ناس مسلمين، ناس تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومحمد بن عبد الله يقول الطريق، أعطوه الطريق حقه، أعطوه الطريق حقه، الإسلام كفل للطريق حقه. ويقول لك وأبسط شيء من حقوق الطريق أو أدنى شيء من حقوق الطريق هو إزاحة الأذى، إزاحة الأذى عن الطريق. وانتوا غلقتوا الطريق وغلقتوا المعابر وغلقتوا المنافذ، وين عاد تشتوا المواطنين يمشوا؟ اليوم المغتربين بعضهم من أولاده من 3 سنوات ومن 4 سنوات يعني ويشتي يرجع ويشوف يعني اللي قد قبله يعني هلك يعني في مجاري السيول ولا قرق يعني في رمال الصحاري، وبطل ما عادش يسافر مرة. هذه الشريحة، شريحة المغتربين، هي الشريحة اللي واجب انكم يعني تهتموا فيه. هذه الشريحة اللي الاقتصاد اليمني قايم عليه، والله لولا المغتربين بعد الله سبحانه وتعالى لحلت مجاعة في هذه البلاد. المغتربين واجب تهتموا بهم، واجب تسهلوا لهم الطرقات، تسهلوا لهم المنافذ، المعابر، ما تقلقوا عليهم مه وتقنعوهم مه يعني المجاري حقت السيول والمعابر هذه حق الصحاري. عاد تشوفوا الناس كيف اليوم خلال اليوم يعني حول يعني 7 أو 8 يعني من جميع المحافظات اللي هلكوا في وديانة شبوه، في طريق خوره، الرابط بين شبوه ومحافظة البيضاء. نتمنى من الجميع التجاوب، نتمنى من الجميع تسهيل الطرقات، فتح الطرقات أمام المسافرين، أمام المغتربين. هذا ما حبينا أن نوصله لكم، المغتربين، هذه المغتربين، هذه الشريحة يجب الاهتمام فيها، يجب تسهيل عبورها، تسهيل عودتها، تسهيل سفرها. هذا ما حبينا أن نوصله لكم في هذا المقطع، ونتمنى من الجميع التجاوب، نتمنى من الجميع التجاوب. المغتربين يعودوا إلى أولادهم، إلى أسرهم، إلى وطنهم، من وين تشتيهم يعيدوا؟ قلقتوا عليهم كل شيء. الآن في مجاري السيول كل يوم يجينا علم 3 ولا 4 ناكرة فهم السيل، واللي غارق بالصحراء، حانب بالصحراء. افتحوا طرقات يا جماعة، افتحوا طرقات وتحاربوا لكم، كيف ما تشتوا تتحاربوا. المهم اعطوا الطريق حقه، اعطوا الطريق حقه، وسهلوا للمواطنين، سهلوا للمغتربين العودة إلى أسرهم وإلى وطنهم. هذا ما حبينا أن نوصل لكم، ونتمنى التجاوب من الجميع. وفقكم الله.